النباتات هدية سرية تعطيها الطبيعة للبشر. الناس الذين يعيشون في أنحاء مختلفة من الأرض اعتمدوا على الاجتهاد والحكمة لخلق مذاقات مختلفة من المشروبات اللذيذة. 你就选酸甜适中的这些混合在一起，这样的话就是我们选料的标准。 طبعا في فصائل اكثر من 6 فصائل موجوده في المزرعه قمنا بعد الحصاد بتميز القهوه في الحمص está el mate tradicional como se toma en todas partes del mundo. Сибирская вишня отличается такой кислинкой. Она не особо красная, но зато очень сочная. شبه الجزيرة العربية كانت أول منطقة في العالم تنتج القهوة وتشربها، إذ تعتبر كلمة كوفي الإنجليزية مشتقة من كلمة قهوة العربية، والتي تعني مشروباً مصنوعاً من النباتات. ولا يزال السكان المحليون يحافظون على آداب الشرب الرسمية، ما يجعلها أكثر من مجرد مشروب، فهي تمثل أيضاً التاريخ العربي والثقافة العربية. تعد منطقة جازان الواقعة في جنوب غرب المملكة العربية السعودية واحة خصبة في هذه المنطقة الصحراوية، وقد كانت مصدراً لنبات القهوة منذ مئات السنين. وتعد محافظة الدائر من أكبر المناطق المنتجة لها، فهي تمثل حوالي 80% من إنتاج البن في المنطقة. جابر هو أحد مزارعي القهوة المحليين ومن ذوي الخبرة في هذا المجال. جابر أحمد المالكي طبعاً، محافظة الدير بن مالك، منطقة جيزان، الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية. العمر يتجاوز 46 سنة، أعمل في زراعة القهوة السعودية. فهو ما زال يزرع القهوة على هذه التلال منذ أكثر من 26 عاماً، وتقوم عائلته بهذا العمل منذ أجيال، ولها تاريخ يمتد لما يقرب من 300 عام. وتعتبر بلدته مكاناً مناسباً لنمو القهوة، فالمناخ والارتفاع عاملان مهمان في تحديد جودة نمو حبوب البن. على مدرجات الحقول التي يزيد ارتفاعها عن 1700 متر، يستكشف جابر الظروف الأكثر ملائمة لزراعة البن. تيبس الشجرة أو تغير في نبات نمو الشجرة، طبعاً تنمو الشجرة يكون نباتها جيد. فعلى الرغم من أن المناخ هنا مناسب لنمو أشجار البن على مدار السنة، إلا أن تقلبات الطبيعة قد تجعله يفقد محصوله في أي وقت، ومع ذلك فهو يؤمن دائماً أنه طالما لا يستسلم فإن الله سيعطيه النعمة في النهاية. هذا كانت السنة الماضية، قبل السنة هذا أجى جفاف ويبسة الأشجار، الثمر برضو راح علينا، لكن الحمد لله يعني الله سبحانه وتعالى أسكانا بالمطر، أجت أمطار ورجعت الحياة فينا ورجعت في المزارع، فهي ما تنسى. إن توقيت جني ثمار القهوة أمر بالغ الأهمية، فاختيار التوقيت يحدد مزيج النكهات المرة والحامضة والحلوة. يبدأ موسم الحصاد غالباً في الشهر السادس الهجري. كل يوم نجني يمكن 30 كيلو، 40 كيلو، 50 كيلو، أحياناً نشتري يعني نجني أكثر من 60 كيلو، يختلف. إذا كان الجو حار وفي أمطار يمكن يعني في اليوم الواحد نجني قرابة 250 كيلو.
الخطوة التالية فهي تجفيف الثمار المحصودة حتى تفقد كل حبة قهوة بريقها الأحمر. تنتقي الثمر من المزرعة ثم تجففه، بعد التجفيف يصير القشر والتنقية، بعدين الحمص، الحمص يكون تحمص القهوة. يتم صب ثمار القهوة المجففة جيداً في الفتحة الموجودة في وسط حجر الرحى مع الاستمرار في الدوران. عندما تتم إزالة القشرة تسقط الثمار، ثم تصب في قدر تسمى محمصة وتحمص على الفحم مع الاستمرار في تقليبها. تخرج الرائحة تدريجياً وتتشكل أخيراً حبوب البن السعودية الممتازة. بعد ما تحمص القهوة تجعلها في سميه منسف. ويحين موعد الخطوة النهائية وهي الطحن، فتصطدم المدقة والهاون الذهبي بشكل مستمر، ومع صوت التصادم والخشخشة سرعان ما تخرج رائحة القهوة المنعشة. يتم استخدام وعاء الدلة في النهاية. وقد تم صنع هذا النوع من الأوعية لأول مرة في منتصف القرن 17، ومعظمها مصنوع من الفضة أو النحاس، وفم الدلة يشبه منقار الببغاء، وكانت تستخدم على نطاق واسع منذ الستينيات. والكوب الذي نشرب فيه القهوة يسمى الفنجان. لا عجب إذا وجدت جذعاً صغيراً لشجرة القهوة في فنجانك. يشرب السكان المحليون القهوة بدون مرشح، فتطفو الرغوة على القهوة الكثيفة وتبقى القهوة المطحونة في قاع الفنجان، وهذا ما يعطيها مذاقها الفريد ونكهتها الغنية. أما سر تشكيل النكهة الفريدة للقهوة السعودية فليس حبوب البن بحد ذاتها فقط، بل مزيج البهارات المختلفة أيضاً. تضيف لها الهيل، تضيف الزعفران، تضيف المسمار، تضيف النخوة نسميها، حاجات كثيرة حتى أشياء يعني أنا ما كنا نستخدمها. أضف البهارات المختارة إلى القهوة وانتظر لبضع دقائق، وستجد فنجاناً جاهزاً من القهوة بنكهة سعودية فريدة. قدمونها أول شيء، يقدمونها في الحفلات، يقدمونها في الأعياد، يقدمونها في المناسبات، يقدمونها في أي مناسبة عيدية أو فرحة أو أي شيء يقدمون، لازم القهوة تكون في مقدمة أي شيء يقدم للضيف. ويتم تقديمها للضيوف الأعلى مرتبة وكبار السن أولاً، فناجين القهوة تملأ إلى الربع فقط، ويعاد الملء بعد انتهاء الضيف من الشرب. أثناء الاجتماع يبقي المضيف الدلة ساخنة، ما يعني أن القهوة لن تنفد أبداً. ولا يضاف السكر أو الحليب إلى القهوة السعودية، فبالنسبة إلى السكان المحليين التمر هو أفضل رفيق. نكهة القهوة المرة تمزج بالنعومة والحلاوة، ما يحقق أفضل توازن للنكهة. عندما يتبادل الضيوف أحاديثهم لا يسعهم إلا غناء الأغاني والثناء على القهوة وشكر الله على نعمته. البن كيف الضيف والضيف غالي على بعضنا باقي ومتميزة زيارات للبن وجبالنا. من الحبيبات الصغيرة إلى مشروب جاهز في الفنجان، دعا المزيد من الناس في العالم يتذوق نكهة القهوة السعودية. هذه هي أمنية جابر الدائمة. شاي المتّة
شاي الأعشاب الأكثر شعبية في أمريكا الجنوبية، يعرف باسم العشب السحري لأمريكا الجنوبية، وهذا الاسم يدل على معنى جميل. أوراقه هبة من الآلهة، عصيره هبة من السماء، إنه مصدر طاقة للناس للسفر لمسافات طويلة. من المؤكد أن المشجعين قد لاحظوا أن لاعبي كرة القدم المشهورين في أمريكا الجنوبية ميسي، سواريز، يتناولون دائماً كوباً من شاي المتة أثناء الاستراحة، وهي عادة لدى كل أمريكا الجنوبية تقريباً. Soy Macarena Lillo, administrador gastronómico internacional y cofundadora de la tienda del Sur Mate Bar. Sí, yo soy Manuel Riquelme, sommelier y cofundador también de la tienda del Sur Mate Bar. قبل ست سنوات وبسبب شغفهما المشترك لشاي المتة، شارك الزوجان التشيليان ماكارينا ومانويل في تأسيس بار المتة هذا من أجل تقديم أفضل أوراق من شاي المتة للزبائن. قرر الزوجان القيام بزيارة إلى مكان زراعة شاي المتة والتعمق في معرفة المزيد عن مصدر زراعة هذا النوع من الشاي. شجرة المتة هي من نبات خشبي معمر. La hierba mate es un árbol ya que en estado silvestre se pueden llegar a encontrar ejemplares de hasta 20 metros de altura, pero para temas productivos se mantiene en forma de arbusto entre 2 a 3 metros porque la cosecha es manual. يمكن لشجرة المتة أن تعيش حتى 100 عام، ولكن الحد الأقصى لإنتاجها يمكن أن يستمر حتى 30 عاماً فقط. يجب أن لا نتعجل بشأن زراعة شتلات شجرة المتة الصغيرة، فأول حصاد لأوراق شجرة المتة عادة ما يكون بعد 4 إلى 5 سنوات من الزراعة، ثم يبدأ تجفيف الشاي الطازج بعد هذه الخطوة. بعد هذه الخطوة تفقد أوراق المتة حوالي 70% من رطوبتها في عملية التجفيف الثانية اللاحقة، وتستمر في فقدان ما تبقى من رطوبتها مع بقاء 3% إلى 9% منها فقط. بعد ذلك يتم تخزينها خلال هذه المرحلة. ستبرز رائحة ونكهة أوراق شاي المتة بشكل تام. يستمر التخزين من 3 أشهر إلى 2 وبعد ذلك يتم طحنها. تلك الأوراق المطحونة تبقى في انتظار أن يتم وضعها في الماء الساخن لتتبخر رائحة الشاي الفريدة، ما يوقظ انتباه الناس المتعبين. تقوم ماكارينا بتحضير التجهيزات اللازمة من أجل أصدقائها الذين سيأتون إلى البار هذه الليلة. Voy a preparar un mate tradicional. Tenemos el porongo. Vamos a llenar con hierba mate 3/4 de su capacidad. Una vez que tenemos la hierba mate ahí, vamos a tapar y agitar enérgicamente. Con esto eliminamos el exceso de polvillo y también vamos a homogenizar la mezcla. Introducimos agua tibia por el lado más bajo y esperamos 1 o 2 minutos. Una vez que esta hierba se hidrate con el agua tibia, vamos a evitar que se nos tape la bombilla y vamos a tener un mate inicial más suave. Una vez que se hidrató, introducimos la bombilla por ese lado y ya estamos listos para cebar nuestro mate. Está el mate tradicional, es la forma más clásica de tomarlo. Es como se toma en todas partes del mundo. في تشيلي ليس مشروب شاي المتة مجرد مشروب تقليدي فحسب، بل هو نوع من الثقافة المختبئة في مذاق لا ينتهي من الحلو والمر. مانويل لا يزال يتذكر المشهد الأول من الشاي. تربط المتة أشخاصاً كانوا معزولين لتشكيل مجتمع واحد، الجميع مجتمعون ومتصلون، ما يسمح لثقافة المتة بالانتشار في جميع أنحاء القارة وحتى في جميع أنحاء العالم.
مورس هو مشروب فواكه روسي تقليدي، يحضر بشكل أساسي من ثمار التوت الحلو والحامض، عنب الثور والتوت البري والكرز. يتم إعداده عن طريق إضافة عصير الليمون والسكر والعسل حسب الرغبة. إنها وصفة بسيطة ذات مذاق حلو، يحبه الروس خلال الصيف والفصول الأربعة، وهو المشروب الوطني الذي يحبه الجميع. Меня зовут Оксана, мне 23 года, и я являюсь сотрудником музея-заповедника «Старина Сибирская». نشأت هذه الفتاة الصغيرة في قرية تسمى بولشيرشي في سيبيريا، حيث ينمو التوت سميكاً وكثير العصارة ومليئاً بالنكهة. سيبيريا هي منطقة شاسعة في روسيا تقع شمال آسيا. الشتاء فيها طويل والمناخ بارد، الصيف قصير، وقت سطوع أشعة الشمس طويل نسبياً، وتتساقط نسبة 70-80% من كمية الأمطار في العام في فصل الصيف. لذلك تنمو أنواع كثيرة من التوت بشكل عشوائي في الصيف، وهي حلوة ومليئة بالعصارة. Лето бывает достаточно жарким, то есть температура до 30-35 градусов. Конечно, в такую жару хочется утолить жажду, хочется пить. Морс – отличный напиток, он очень выручает, тонизирует, бодрит. Поэтому морс – один из самых популярнейших напитков в Сибири. الآن هو موسم حصاد الكرز. عادت أوكسانا ومعها سلة ممتلئة. على الرغم من أن طريقة إعداد مورس بسيطة وسهلة، ولكن كل عائلة لديها وصفة سرية. Мне кажется, в каждой семье есть какие-то уникальные рецепты, в том числе морсов. В моей семье, я помню, что бабушка делала вкусный морс из клюквы, причем она его настаивала, но, к сожалению, вот этот самый морс, рецепт этого самого морса до меня не дошел. وكذلك أوكسانا لديها وصفتها الخاصة. رغم عدم توارثها لتلك النكهات القديمة التي صنعتها جدتها. При приготовлении морса сахар не используется, так как сейчас наступил сезон сбора урожая вишни, а вишня в Сибири не отличается сладостью, поэтому мы добавляем мед. Он намного полезнее сахара. يوضع الكرز المغسول جيدا في أوعية خزفية ويبدو مشرقا ومليئا باللمعان. يصب الماء على الكرز وتستخدم يد خشبية للطرق على الكرز. تقنية أوكسانا رائعة ودقيقة، وكل دوران لمعصم اليد يطحن اللب بشكل أكثر دقة. بعد الطحن والتحريك المستمر يتم عصر كل حبة كرز بشكل جيد، ثم يصب العسل الطازج إلى العصير الأحمر الشفاف مع الاستمرار في التقليب. Он намного полезнее сахара, то есть это не производственные какие-то соединения, это натуральный продукт. Мед у нас из разнотравья, то есть это различные виды трав и, соответственно, большой комплекс витаминов. بعد خلط العسل جيدا مع لب الكرز تتم تصفية اللب والقشر بمصفات، حتى لا يبقى سوى عصير صاف وشفاف في الوعاء الخزفي. بهذه الطريقة يتم تحضير مورس من الكرز الطبيعي الحلو الذي يروي العطش. منذ العصور القديمة شعب سيبيريا عاش على الموارد الطبيعية الوفيرة لهذه الأرض، يحبون تناول الأطعمة حسب الموسم الخاص بها، وهم مستمرون على هذه العادة حتى اليوم. يكون طعم مورس أفضل عندما تكون الفاكهة في موسمها، وتلك مكافأة عظيمة من الطبيعة للناس. Thank you.
فاكهة هوانغبي هي فاكهة موسمية صيفية تزرع في جنوب الصين بسبب قشرتها الذهبية، يطلق عليها اسم فاكهة القشر الأصفر. اللب الطري ذو الطعم الفريد والمذاق الحلو مع الحامض بعد التنظيف والطرق يخلط مع ملح البحر لتوازن الطعم ولجعل رائحة الفاكهة متقلبة تماماً. إنه المشروب الصيفي الأكثر شعبية لسكان هاينان في الصيف الحار. يقع هذا المتجر الصغير الذي تبلغ مساحته 10 أمتار مربعة في شارع تشيلو القديم في مدينة هايكو في مقاطعة هاينان. تتمتع مقاطعة هاينان بمناخ حار، يمكن أن تصل درجات الحرارة القصوى إلى 39 درجة مئوية. في صباح كل يوم وحتى المساء كان هناك عدد كبير من الزبائن المتعرقين يصطفون عند الباب في انتظار المزيج الرائع من شراب فاكهة هوانغبي الأصفر المالح للتخلص من الحرارة وإرواء عطشهم. الوصفة التقليدية لصنع شراب فاكهة هوانغبي المالح لا تخفى على أهل هاينان، ولكن لدى السيدة تشين قدرة لصنع مذاق لا ينسى. إن هناك وصفة سرية فريدة خاصة به بالتأكيد. إزالة الأغصان والأوراق وقطف الفاكهة الصفراء الجيدة ووضعها في القدر، ثم صب الماء النظيف وتكرار الفرز لاستبعاد الثمار الخضراء والسيئة، وتكرار ذلك من 3 إلى 4 مرات، ثم شطفه بالماء بعناية وتركه جانباً ليجف. يعد الملح الخشن مكوناً أساسياً لشراب فاكهة هوانغبي المالح، وهو السر لتمكين الزبائن من استعادة الشهية المفقودة في الطقس الحار. نظراً إلى موقعها القريب من البحر، يستخرج الناس في هاينان ملح البحر على مدار السنة، والملح الخشن القديم والمخزن لسنوات عديدة هو الأفضل ليضاف إلى شراب فاكهة هوانغبي المالح. وهو مكون أساسي لموازنة النكهات، كما أنه مكمل غذائي سريع لاستعادة الحيوية. يخلط الملح الخشن والماء بنسبة 1:5، كما يتم غلي الماء مع السكر الصخري بنسبة 1:1. يطهى على نار خفيفة حتى يذوب المحلول الملحي تماماً، وتذوب مكعبات السكر ويصبح ماء السكر أصفر قليلاً، ويصب ويترك ليبرد. تطرق فاكهة هوانغبي بعصا لتتصاعد رائحة اللب الفريدة بشكل تام. وبعدها توضع فاكهة هوانغبي المعالجة في كوب مملوء بالثلج، ويضاف ماء الملح الخشن وماء السكر الصخري إليه،
وهكذا يصبح كوب من شراب فاكهة هوانغ المالح والمنعش والرائع النكهة جاهزاً للتمتع به. يحب المعلم تشان دائماً الوقوف عند باب المتجر ومشاهدة الزبائن يأتون ويذهبون. ليس إعداد شراب فاكهة هوانغ بي مجرد عمل تجاري بالنسبة إلى المعلم تشان، ولكنه يمثل أيضاً نوعاً من ثقافة هؤلاء الناس. الجيل السابق من المناضلين بنى هذا الشارع الصاخب، أما تشن الذي يسعى إلى الحلم في العصر الجديد فيبقى هنا لصنع ذكريات جديدة. أصبح هذا المتجر الصغير ملاذاً صيفياً للكثيرين، حيث يأتي الزبائن الجدد والقدامى إلى هنا، وبغض النظر عن المكان الذي يذهبون إليه لا يستطيعون إخراج تلك الرائحة المألوفة من رؤوسهم. في رأي أهل هينان يبدأ الصيف الحقيقي من الرشفة الأولى لشراب فاكهة هوانغ بي. إنها وصفة المعلم تشن السرية. حامضة كانت أم حلوة يتموج عبق عطرها لتروي العطش وتخفف التعب، وبعد فحص دقيق لمختلف الأذواق وعلى الرغم من تباعد المسافات بينهم، أبدع الناس في صنع المشروبات النباتية ذات النكهة الفريدة. مورس имеет ряд преимуществ. 老盐水呢，我们是一直在喝的。最近这几年，黄皮果慢慢火起来了，卖的风生水起。 وهم اليوم لم يعودوا ينظرون إليها على أنها مجرد مشروبات لذيذة. تفاؤل حصلت بأن ليس الوحيد في أن معي داعمين للوالد والأخوان، فاستمرت في زراعة البن وضحيت بأكثر من وقتي للبن. لقد أصبحت ثقافة وتاريخا للأسرة وللأمة على حد سواء، وسجلا للحب وللذكريات الثمينة في كل المجتمعات. Nunca se me olvidó mi primer mate. Ese es un recuerdo que uno siempre tiene que no es como difícil de